مشاهدينا الكرام. كما رايتم واحده من الموضوعات المطروحه على اجنده القمه هي الحرب الروسيه الاوكرانيه ولازم نتطرق اليها في ضوء الشحن الزايد اللي موجود على مدار الاسبوع الماضي، لكن خلونا ننطلق بدايه من القمه العربيه لنقرا يعني تفاصيلها مع ضيفي العزيز الكاتب والمفكر السياسي الاستاذ احمد المسلماني. استاذ احمد برحب بحرك معانا. اهلا استاذ رامي اهلا بحضرتك. القمة رقم 31 يمكن طرحنا بعض تفاصيلها وبرضو بعض الموضوعات المطروحة علي الأجندة عرضناها للساده المشاهدين مع انطلاق هذه الفقرة كيف تقرأ أهمية هذه القمة في ضوء التحديات الكبيرة الموجودة سواء علي المستوي المنطقة او علي مستوي العالم زي ما تفضلت هي لها أهمية كبيرة نتيجة إن إحنا من ثلاث سنين مفيش قيمة عربية، مه. كمان جاية في لحظة فارقة من جائحة إلى حرب شبه عالمية، نعم. وبالتالي الكل منتظر يعني نتائج لهذه القمة، وهنا عايز أقول إنه في بعض الناس جاهزة بالسخرية من الجامعة العربية وبالسخرية من القيم العربية، وهؤلاء الناس أنا لا آخذهم على محمل الجد. صحيح. إذا أنت عايز تكون شخص عدمي وفوضوي وأي شيء ملوش قيمة وأي شيء ملوش معنى وهيعملوا ايه وينجزوا ايه بلا معنى الحوار معك <applause> لان الاتحاد الاوروبي عنده ازمات ومشاكل بيفشل في ملفات لون المتحده نفسها انتشر في ملفات كثيره جدا مجلس الامن بيعجز عن فرض الامن والسلم الدوليين عشرات المرات <applause> وده مش معناه ان احنا هنسخر مجلس الامن او هيئه الامم او الاتحاد الاوروبي <applause> لماذا موجه السخريه من الجامعه العربيه او القمم العربيه وبالتالي هؤلاء الناس لا اخذهم على محمل الجد <applause> القمه العربيه مهمه وانعقادها مهم وهذه القمه زي ما تفضلت 31 يعني في جهود حصلت على مدى 30 قمه سابقه. مم. القمه في الجزائر لها وضع خاص نتيجه الجزائر نفسها هي رابع مره تنظمها اول مره كانت 73 نعم واخر مره برضه من 17 سنه مده طويله ما كانش في قمه في الجزائر نعم. 2005 بالظبط. الجزائر هي نفسها لها مكانه تاريخيه كبيره بلد المليون ونصف مليون شهيد بطوله عظيمه في موجة الاستعمار م. دورها كبير معانا في حرب اكتوبر وغيرها نعم. الرئيس السيسي له مقوله ذهبيه مصر لن تنسى من وقف معها ولا من وقف ضدها نعم. الجزائر وقفت معانا كتير ونحن نثمن الدور الجزائري وعلاقتنا بالجزائر على مدى عقود طويله نعم. الامر الثاني ان هذه القمه جايه في ظل زي ما تفضلت موضوع الأمن الغذائي وأجنده يعني كبيره جداً. تحديات كبيره جداً طيب حضرتك يعني استوقفني حديث حضرتك عن بعض من يسخروا من القمه العربيه أو الجماعه العربيه مش هروح لهؤلاء لكن يمكن البعض الآخر دائماً آه انتقاده من منطلق عشمه إن يبقى في نتائج والنهارده بنتكلم إن شعار هذه القمه هي لم الشمل العربي لإنه ده ما بقاش رفاهيه. ده بقى ضروره ملحه في ضوء التحديات اللي موجوده، هل نتوقع انه دائما وابدا اللقاءات اللي على مستوى القمه زي القمه العربيه دي مهمه للحوار؟ هل نتوقع انه ممكن يتم التوافق على بعض الامور خاصه مع ان السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجماعه الدول العربيه اشار الى انه تم التوافق على اغلب الموضوعات في على مستوى يعني العمليات التحضيريه لانطلاق هذه القمه؟ الحقيقه انه موضوع السخريه ده انا بقول في فرق بينك انت غاضب على وضع عربي ولا شك ان العالم العربي ليس في افضل حالاته نعم. بل ربما كان في اسوا حالاته والقيمة العربيه تعقد في مثل هذه الحالات السيئه مم. ولو وضع في العالم العربي ما فيش دور للجامعه العربيه ولو الوضع النموذجي في العالم نلغي الامم المتحده نعم. في الواقع الامم المتحده موجوده اتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والجامعه العربيه علشان في ازمات في هذه المناطق أو في العالم ككل نعم. السياسة فن الممكن مم. كل قدرة أحسن بها الوضع العربي وخطوة واحدة للأمام ده كويس جدا مش معنى القمة العربية هتحل مشاكل العالم العربي مم. إذا كانت قمة الاتحاد الأوروبي تعجز عن حل مشاكل الاتحاد الأوروبي إنما الفكر لو أنا تقدمت ولو خطوة واحدة للأمام هذا جيد نعم. الأمر الثاني هذه القمة أنا يعني مقدر جدا جدول أعمالها لأنها عملية أكثر من ذي قبل لأن كل القمة ما كانت سياسية أكتر كانت فرص يعني إنها ما تنجس أكتر إنما لما تخش في ملفات ذات طابع فني أو اقتصادي محدد أو احتياجات حقيقية للعالم العربي يكون الدنيا أفضل يعني موضوع الغذاء ده موضوع رئيسي ده جدا والأمن الغذائي كده موضوع محدد ممكن نتكاتف فيه وممكن اللي عندهم قدرة مالية يقدروا يساعدوا الدول الأخرى في هذا الملف فده تحدي كبير جدا لما نحط تحدي بهذا الشكل في هذه اللحظة أهم كتير جداً منها نحط ملفات ذات طابع سياسي تم نقاشها فيما قبل وسوف تناقش فيما بعد نعم. وبالتالي هو موضوع السخرية في البعض يكون زي ما تفضلت غاضب أو م. محبط عايزين يبقى الأداء أفضل عنده طموح كبير جداً دول يستحقوا التقدير م. إنما اللي هو جاهز يسخر من أي شيء من أداء أي دولة عربية وأي نظام عربي وأي منظومة عربية هو في الواقع يريد هدم هذه المنظومه نعم. مش من اجل بديل اقوى م. لا هو هدم هذه من المنظومه أجل فقط. من اجل الفراغ نعم كيف تقرا رساله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي بعث اليها للوفود المشاركه والزعماء المشاركين في القمه العربيه لمجملها بيقول العالم بيتغير على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي ده عالم متعدد الاقطاب وانتوا كمنطقه عربيه ودول شمال افريقيا نتكلم على حوالي نص مليار نسمه وبالتالي لكم وزن يعني بالغ الاهميه في ضوء المرحله القادمه في الواقع ده صحيح يعني العالم العربي مش منطقه هامشيه في العالم هي منطقه جيوسياسية في قلب العالم منطقه فيها اقتصاديات مهمه فيها تاثير مهم فيها وجود بحري مهم على بحرين وعلى المحيط الهندي وعلى المحيط الاطلنطي وبالتالي هذه الامه الممتده من الماء الى الماء والممتده على مساحه كبيره جدا بنص مليار نسمه كما تفضلت امه مهمه للغايه م. مهما تكن أزمتها مهما تكن مشاكلها لا يمكن الا اخذها بالاعتبار وفي الحسبان. الرئيس بوتين لما ارسل رساله هو طبعا لابد يخاطب العالم العربي م. هو محتاج الى ان الناس تتفهم الموقف الروسي او يكون في درجه من العلاقات العربيه الروسيه القويه انما كمان الصين بتحاول كل شويه انها تعمل بعض تقارب عربي صيني م. امريكا لا تولي لا تريد ان تفرط الامور وان تخسر العالم العربي هناك ايضا زي ما في صراع مع العالم العربي في صراع على العالم العربي يكون اقرب لاي اتجاه كنت اتمنى ان الامين العام المتحده يحضر يعني جوتيريش كان الانسب انه يحضر وحسب معلوماتي لحد اخر وقت انه كان في كلام على انه حاضر تمام <applause> <applause> هو اعتذاره يعني نصف مقبول م. يعني لان هو قال انه بيدير ازمه الغذاء المتعلقه بصادرات القمح نعم. اتفاقيه القمح لا كان ممكن يديرها من الطائره ويديرها من القمه العربيه م. ويديرها حتى مع الاطراف اللي موجوده في العالم العربي يعني مش مبرر كافي كان الانسب انه جوتيرش يحضر القمه العربيه لاهميتها الكبيره جدا م. وهذا المبرر كان يمكن يعني ان الا يكون لو هو حاول في الطريق يدير هذه الازمه. هو يمكن برضه؟